النهارده مقارنه مش عاديه، قررت اجيب جميع انواع الشاي الموجوده في السوق او معظمها يعني، هقارن بينهم من حيث الطعم والشاي. عتريسه اهو، عتريسه مش عارف من قله الاسامي، ده بيقول لك شاي مذاق وكيني فاخر يعني. انا هنشوف ده سعره كام بقى. عتريسه 3 جنيه تقريبا او 3 جنيه وربع. نفتح نقول بسم الله ب50 بتاعتنا، هنحط معلقه سكر ونحط شويه شاي كده ما نكترش، ولونه فاتح على فكره يا جدعان، لونه بني كده. قلب 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 ونقول بسم الله. لا يا جدعان هو طعمه خفيف قوي يعني، انا مكتر شويه شاي بس لا تحس ان طعم الشاي فيه ضعيف جدا يعني، مش بيسلطنك. لا لا ده اديله تقييم كام؟ هديله تقييم 1/10. تاني واحد معانا شاي تريتي اهو، ده سعره 3.5 جنيه. بيقول لك شاي فاخر طعم اقوى، نشوف الكلام ده صح ولا لا، افتكاسات وخلاص. نفتح نقول بسم الله. كلهم 40 جرام يا جدعان، كلهم سعرهم واحد ما عدا الليبتون اغلى حاجه تقريبا او العروسه. الكوبايه 50 بتاعتنا على الخشبيه، ننزل بمعلقه سكر، لونه اغمق شويه من العتريسه اهو. ده المفروض ان انا مكتر الشاي هنا، وشوف لونه فاتح ازاي. ندون بسم الله. ده طعمه انيل من عتريسه، العتريسه رحمه. ده مفيش طعم شاي خالص، ده الشاي ما جاتش، ده بنشرب ميه بلون. لا 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 طعمه وحش جدا، مش عاجبني. خساره فيه 3 جنيه. تالت حاجه معانا شاي العروسه، طبعا غني عن التعريف، بس ايه اللي هم عاملينه ده؟ يعني كانوا حطوه في علبه اشيك يعني فاهم ايه ده؟ ما علينا نجربه. هنحط شويه اهو، نزود معلقه وربع. ما تعملش صوت، تشرب نقول بسم الله. لا ده طعم الشاي الزهر اهو. لا ده طعمه حلو الصراحه، شاي العروسه. بس مش احسن حاجه، بس احسن من تي تري ده ولا مش عارف اسمه ايه. 6.5/10. شاي البراد الازرق اهو، مش عارف الاسم ده اصلا، حتى لو هينزل بمنتج في السوق يسميه كده. نفتح ده مكتوب ايه؟ شاي اسود فاخر. يقول لك شاي اسود فاخر وهو لونه فاتح اصلا، اكيد ده ما اتسكتش عليه ابدا. لونه فاتح مش اسود. بدون نقول بسم الله. بصوا يا جدعان الناس اللي بتحب الشاي مش تقيل يعني، وطعم الشاي ظاهر فيه ده طعمه شغال حلو، بس مش يكيفك مش يمزجك كده، لا ده يعكننك الصراحه يعني. ده تقييم كام؟ 4/10. شاي ليبتون طبعا كلنا عارفينه. الشاي ده بالنسبه لي يا جدعان جامد جدا، انا ما بشربش اللي هو الصراحه، بس بشرب الخرز، شاي الخرز ما بشربش ده الصراحه. توليفه جديده بجوده عاليه طبعا، كل افتكاسه بلا توليفه بلا بتاع، هنعيش معاهم ونقول ماشي. نفتح ننزل بالسكر معلقه وربع، نشرب ونقول بسم الله. لونه مظبوط، ده اللي بيسلطن يا جدعان، بيسلطنك. لا طعمه مظبوط جدا، طعم الشاي باين فيه جامد الصراحه. ومعانا شاي ريد ليبل اهو، سعره 3.5 جنيه. بيقولوا الشاي ده جامد جدا، الناس قالت لي عليه، بيقولوا طعمه حلو. مكتوب عليه ايه؟ توليفه مثاليه لعشاق الشاي. نفتح نقول بسم الله. نجيب الكوبايه 50 بتاعتنا، نحط معلقه سكر، نحط معلقه شاي، نزود نص كمان. قلب 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 قلب، ندون بسم الله. وشكله ولونه، بصوا يا جدعان هو طعمه حلو صراحه، طعمه حلو ومختلف شويه عن الشاي، اي شاي دقته قبل كده مختلف عنه سنه. لا يستاهل، يستاهل التجربه. له تقييم كام؟ اديله تقييم 6.5/10. شاي ليبتون طبعا كلنا عارفينه. الشاي ده بالنسبه لي يا جدعان جامد جدا، انا ما بشربش اللي هو الصراحه، بس بشرب الخرز، شاي الخرز ما بشربش ده الصراحه. توليفه جديده بجوده عاليه طبعا، كل افتكاسه بلا توليفه بلا بتاع، هنعيش معاهم ونقول ماشي. نفتح ننزل بالسكر معلقه وربع، نشرب ونقول بسم الله. لونه مظبوط، ده اللي بيسلطن يا جدعان، بيسلطنك. لا طعمه مظبوط جدا، طعم الشاي باين فيه جامد الصراحه. شاي ربيع اهو، سعره 11 جنيه، وشاي كابوس سعره 12 جنيه اهو. انا كنت فاتحه يعني عشان اسهل الوقت وكده. نجيب الكوبايه 5 سكر، ملقت الشاي بتاعتنا، قلب 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 قلب. بعد ما تخلص تقليب في تريكه بقى لازم تعملها يا معلم، تخبط كده بالمعلقه، بعد كده نشرب ونقول بسم الله. طعمه جامد زحليقه، طعمه مظبوط جدا، يستاهل ان الواحد يجربه. انا كنت جربته في الشاي الاخضر ما عجبنيش، بس ده صراحه طعمه جامد قوي، طعمه مظبوط كده ويسلطن فعلا. اديله تقييم كام؟ اديله تقييم 8/10. خش بقى على ايه؟ كوابيس او كابوس.
شاي كابوس او جاي من شاي خازوق برضو. نجيب الكوبايه بتاعتنا، معلقه شاي، معلقه سكر، قلب 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 قلب، خبط برضو على الكوبايه. ده لون خازوق اهو، نشرب ونقول بسم الله. بص هو طعمه جامد وكل حاجه، بس اتقل من الربيع، مع اني انا حطيت هنا معلقه وهنا معلقه، بس انا حاسه اتقل كده، شاي تقيل قوي. ده رايي انا يعني، شاي كابوس. وطعمه مختلف شويه عن الربيع، بس برضو يمزج الناس اللي بتحب الشاي تقيل، ده هيعجبهم قوي. هديله تقييم كام؟ عشان مش حابب الشاي تقيل الصراحه، بحب الشاي مظبوط. هديله تقييم 7 من 10.